كان توشودني اكيد يعني. تيدينا تم نقطين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الاخوان السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان الفيديو ديال اليوم بتاريخ 22/10/2022. هنا الاخوان طلعنا للجبل، يعني مازال ما كملناش الرحيل ديال السار، حنا تنكملوه. يعني فاش طلعنا لقينا خلي هاد الخروفة هادي، يعني شحال حنا تنقلبو عليها هذا باش لقيناها. الله يسخر الجميع. هو قال لنا بأنها مجنونة ولكن ما مجنوناش، ما نعرف غادي نديوها دابا. واي يعني ما بانت لناش فيها شي حالة ديال تكون الخروفة مجنونة، ما بيناش فيها. ولكن الاخوان فاش شديناها لقينا فيها القراد كتير 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 بزاف، والغنم كاملة فيها واحد العلامات، كاين في الخرفان وكاين حتى في النعاج اللي ضعافين. وفي هاد الحالة خصنا ضروري نشوفو شي دواء ديال السلطان، شي دواء ديال القراد، وان شاء الله فاش غادي نبغي نسوطو ليها غادي نشاركو معكم النوع ديال الدواء. هنا غادي نشدها باش غادي نصور ليها الودنين باش تعمل الفائدة، اللهم يسر. هنا الاخوان هو قالك مجنونة ولكن ما مجنوناش، خروفة مجنونة ولا خروف تبقى تيدور بلاصتو. نجي نشدها وغادي نصور لكم الودنين تشوفوهم. انت واش ودني كي داير؟ تيدينا تم نقطين. ان شاء الله بان لي شي كريده. ملي هذا خصو غير يتساط وغير ليفوميك تيقضي على هادشي، ولكن درنا الدواء ديال المخزن فيه ليفوميك نيتو تلقيح، ولكن ما قداش على هادشي. و تيلي الاخوان كنشتو حتى في الخرفان الصغار ولكن ما رديناش البال، ان شاء الله غادي نداوي الخرفان الصغار هما الاولى وان شاء الله غادي نداوي حتى لهاد الغنم. وتحياتي لكم الاخوان، تحياتي للجميع. اخوكم راعي الغنم الاطلس المتوسط يحييكم من منطقة السب، اللهم يسر.